الضرورية لخلاصنا. قديس بولس يقول في كورنثوس الأولى 13: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. يعني الثلاثة دول، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. حط الثلاثة في الأول كأعمدة أساسية للخلاص. والرجاء معناه ببساطة أن الواحد يترجى ربنا، وعشان كده تقدروا تلاقوا في الإنجيل كلمة يرجو الرب أو يترجى الرب أو كلمة رجاء، هتلاقوها مئات المرات في العهد القديم والعهد الجديد. والرجاء في ربنا معناه العشم في ربنا، الأمل في ربنا، لأن لو الإنسان ما عادش عنده أمل خلاص هيطلع بره الطريق الروحي ويفقد رجاءه ويقع في يأس وقد يهلك. لو مشينا مع كلمة رجاء بس في العهدين هنلاقي إنها مكررة يعني بشكل كتير. ناخد بعض الأمثال. يقول مثلا في سفر أيوب: هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب. يعني الإنسان الخاطي اللي مش حاطط رجاءه في ربنا بيبقى رجاءه في الدنيا، فرجاءه يخيب لأنه كل اللي نفسه فيه مش بيوصل له في الآخر. مرة تاني مثلا نلاقي في عزرا يقول: الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، عزرا 10. وفي طوبيا يقول: إن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله. يعني اللي بيعمل صدقة بيعملها وهو عنده رجاء إن ربنا باصص لعمله ويكافئه عن عمله، فيبقى الصدقة مرتبطة بالرجاء. فأستير يقول: الإله القدير على الجميع، فاستجب لأصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك. ليس لهم رجاء غيرك، زي المزمور اللي يقول الرجاء في الرب خير من الرجاء في الرؤساء. يبقى الرجاء ساعات يحمل معنى يا إما العشم والأمل في ربنا، يا إما العشم والأمل في الناس أو في الدنيا. طبعا ده رجاء مرفوض وده رجاء مقبول أو رجاء روحي. مرة تاني يقول: الرجاء المماطل يمرض القلب والشهوة المتممة شجرة حياة. يعني ايه الرجاء المماطل؟ يعني العشم في الوهم، لما الواحد يبقى عايش كده وعنده أمل واهي لا قيمة له يمرض القلب، زي واحد يتكل على إنسان والإنسان ده يعني يخلي بيه، فيبقى ده رجاء مماطل. في الأمثال يقول: أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يعني ما تحطش رجاءك في إنسان جاهل. وكلمة جاهل في سفر الأمثال يقصد بها الإنسان الشرير أو الخاطي أو يعني المنحرف عموما. مرة تاني في سفر الأمثال يقول: أرأيت إنسانا عجولا في كلامه. عجولا يعني مستعجل في الكلام. الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يبقى هنا الحكيم بيقول لنا ما تحطش رجاءك في إنسان جاهل ولا تحطش رجاءك في إنسان مستعجل. الجاهل يقصد به الإنسان الخاطئ أو الشرير، والمستعجل يعني اللي مش بيلحق يفكر. إذن كلمة رجاء هتلاقوها كتيرة. عاوز نرجع بقى للمبدأ اللي ماشيين عليه: هل يوجد رجاء في الله ذاته؟ يعني هل ربنا من صفات الرجاء؟ طبعا، لأنه في سفر في رسالة روميا 15 يقول: إله الرجاء. إله الرجاء يعني إيه؟ صحيح معناها أن ربنا هو مصدر رجائنا، لكن كمان ربنا يترجى خلاصنا. يعني ربنا ما بييأسش مننا. ما هو الرجاء عكس اليأس. لما واحد يكون عنده رجاء يبقى مش بيقع في اليأس. أنت ممكن تيأس من نفسك إنما ربنا ما ييأسش منك. ممكن واحد يقول مفيش فايدة فيا وربنا يفضل يقول له: لا يا ابني حاول تاني. إذن ربنا له كل المجد، هو مصدر الرجاء، لأنه هو نفسه كله رجاء في خلاصنا، لأنه رجاءه طبعا في قوته وهو يدرك تماما قدرته وقوته. تعبير جميل في سفر أرميا يقول: يوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع البنون إلى تخومهم. الرجاء في الآخرة أو الرجاء في الحياة الأبدية، هو ده بقى أهم موضوع في موضوع الرجاء.
في العهد القديم ساعات واحد يسأل يقول هل بتوع زمان دول كان عندهم رجاء؟ ده احنا بنقول دول اللي ماتوا على رجاء، يعني ايه؟ صحيح ما شافوش المسيح بعينيهم وما كانش عندهم اعلانات واضحة عن الحياة الابدية، لكن ماتوا على رجاء. ليأكد المفهوم ده تعبير للنبي زكريا اصحاح 9 يقول ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء، اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. يعني ايه ارجعوا يا اسر الرجاء؟ الحصن هنا مقصود به الفردوس اللي كانوا مأسورين في الجحيم، ياخدهم ربنا يدخلهم الفردوس بعد صليبه، لان هم عاشوا في الاسر على رجاء القيامة وعلى رجاء مجيء المسيح والخلاص. نيجي بقى للعهد الجديد نلاقي ان كلمة رجاء يمكن بتتقال اكتر كتير من العهد القديم. في رومية 4 يقول مثلا على ابونا ابراهيم على خلاف الرجاء امن على الرجاء. يعني ايه على خلاف الرجاء امن على الرجاء؟ يعني ابونا ابراهيم عجز، امنا سارة كانت عجوزة، وهنا ما ينفعش بالمنطق يترجوا اطفال، فعلى خلاف الرجاء المنطقي، على خلاف التفكير الطبيعي، آمنوا على رجاء. الرجاء بقى في ايه؟ في وعد ربنا. ربنا قايل له يا ابونا ابراهيم هيبقى عندك نسل، وبالرغم ان جسد سارة الضعيف اصبح غير قابل انها تشيل طفل، لكن على خلاف المنطق او رجاء العقل آمن على رجاء الوعد، وكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك. برضو في رومية 5 في آية جميلة تقول إيه؟ الصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزى يعني إيه؟ يعني اللي يعشم في ربنا ربنا ما يكسفوش أبدا. تحط رجاءك ان ربنا يسامحك يسامحك، تحط رجاءك في ربنا انه يتدخل يتدخل، تحط رجاءك في ربنا انه ينقذ شخص ينقذه، تحط رجاءك في ربنا يدخلك السماء يدخلك السماء. اذا الرجاء فضيلة اساسية جدا، وتبدو عادة فضيلة سهلة. ليه؟ لانه هي عاوزة ثقة، عشان كده في علاقة وثيقة بين الرجاء والايمان. اللي مصدق كلام ربنا بيترجى وعد ربنا، اللي مصدق في محبة ربنا بيترجى غفران ربنا، اللي مصدق ان ربنا بيحضر السماء بيترجى السماء. اذا الايمان والرجاء مرتبطين، لدرجة ان تعريف الايمان اللي حطه القديس بولس يقول الايمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى، وكأن موضوع الرجاء هو نفسه موضوع الثقة أو موضوع الإيمان. وفي رومية 8 القديس بولس يعلن كده إعلان مهم جدا بالروح القدس، يقول لأننا بالرجاء خلصنا. والرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا. يعني إيه؟ لما يكون عندك عربية وتقول نفسي في عربية، ما انت عندك عربية، هتترجى عربية وانت عندك عربية. لكن لما يكون مثلا ابنك صغير وبتقول نفسي اشوفه راجل كبير، انت تترجى ما لا تنظره. فالرجاء دايما في امور لم تحدث بعد، في امور لا ترى، زي الايمان بالضبط، ايقان بامور لا ترى. كذلك الرجاء موضوعه لا يرى. نحن نرجو نعمة الله، ولكن مش دايما بنشوفها بعينينا. نحن نرجو حفظ الملائكة وحراسة الملائكة، مش دايما شايفينها بعينينا. نحن نترجى الحياة الأبدية ولسه ما دخلناهاش. يقول الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. إذا الروح القدس اللي فينا هو اللي بيأكد لنا أن ربنا بيحبنا، وبالتالي بيقول لنا ترجوا الرب، حط رجاءك في ربنا لأنه بيحبك. الروح القدس اللي جوايا بيقول لي كده. الروح القدس المنسكب في قلوبنا يعطينا الرجاء في مراحم الله. زي ما الرجاء له علاقة كبيرة بالإيمان، الرجاء له علاقة كبيرة بالفرح. يقول فرحين في الرجاء. اللي عنده رجاء يعيش فرحان، بينما اليائس هو أكتر إنسان تعيس في الدنيا.
وغياب الرجاء يجعل الإنسان دائما في وضع يأس، واليأس ده ممكن يضيع كل حاجة ويضيع فرحته. مع الرجاء قلنا في إيمان، وقلنا فرح، نقول كمان في صبر. فرحين في الرجاء صابرين في الضيق، رمية 12:12. فرحين في الرجاء صابرين في الضيق، لأن الإنسان اللي عنده الرجاء ينتظر، يصبر. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. كل ده اسمه ايه؟ رجاء، لاني مستني ربنا يتدخل. القديس بولس كمان شبه الرجاء مرة في تسالونيكي انه خوذة هي رجاء الخلاص. تعرفين بولس الرسول له وصف جميل في افسس 6 وجزء منه في تسالونيكي الاولى 5، شبه الحياة الروحية بإنسان جندي روماني لابس كده إيه، خوذة وسيف وترس وترس ودرع ومنطقة وحذاء. لكن الخوذة بالذات سماها خوذة هي رجاء الخلاص. الخوذة دي بتعمل إيه؟ بتحمي العقل، بتحمي المخ من الأفكار. فأنا لما يكون عندي رجاء الخلاص ده يحميني. الشيطان يجي يقول لي ربنا مش بيحبك، أقول له امشي، انا عندي رجاء هيخلصني لانه بيحبني. الشيطان يجي يقول لي انت خطاياك كتير كتير، اقول له عندي رجاء في الغفران. الشيطان يقول لي ربنا مش معاك والدنيا هتلخبط اخر لخبط، اقول له عندي رجاء في ان ربنا يخلصني من المشاكل وينقذني من اعدائي. خوذة هي رجاء الخلاص. الرجاء متركب عادة على حاجتين مهمين قوي ومعلنين في الكتاب المقدس بشكل واضح. يعني يجوز الآية نفسها ما يكونش فيها رجاء، لكن كل آية فيها وعد ربنا هي مجال للرجاء. لأن اللي بيدينا رجاء إيه؟ كلام ربنا. ربنا وعدنا بإيه؟ نقوم إحنا نترجى الله وننتظر وعده. فاللي ما عندوش رجاء يذاكر وعود ربنا. طب الواحد يعرف وعود ربنا إزاي؟ وانت بتقرا الانجيل دور على كل حاجه ربنا يقولها بس ما فيهاش فعل امر. يعني لما يكون ربنا بيتكلم وفي فعل امر، امر لينا يعني، تبقى دي وصيه. لكن ربنا بيتكلم عن دوره هو، اهو ده اسمه وعد. مثلا لما يقول ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه، اهو ده وعد قبل ان تسالوه. يبقى احط رجائي على دي، اقول ربنا ادرى باحتياجي من اي حد، ربنا عارف انا محتاجي اكتر من نفسي. يبقى انا عندي رجاء وعندي ثقة فيه لانه وعدني. لما يقول انا هو الماحي ذنوبك، هنا مش بطلب حاجة لاجل نفسي، يبقى عندي رجاء ان خطاياي تتشال بسبب الوعد ده. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، هنا مفيش امر الهي انما في وعد اله. يبقى الوعد يدي رجاء. فكل ما الواحد ركز في وعود الله كل ما انتعش الرجاء جواه. زي الوعود في صفات الله، نحن نرجو الله بسبب معرفتنا بصفاته. احنا عارفين ان الله ضابط الكل، يبقى عندي رجاء في ربنا لانه ضابط الكل. فلو الامور مش ماشية مظبوط في عينين الناس، اقول لا، ربنا شايف وعارف وضابط الكل، وبالتالي لازم الأمور دي كلها تعمل أحسن حاجة. الرجاء هنا بيتولد من الثقة في صفات الله. أنا متأكد أن ربنا بيحب الناس، يبقى عندي رجاء في محبة الله للبشر، وبالتالي أقول بدل رجائي في ربنا يبقى ربنا هيستجيب للناس دول، أو هيفضل وراهم عشان يتوبوا ويخلصوا. يبقى صفات الله، إن كان صفة ضابط الكل أو المحبة أو الحكمة أو القدرة، كل صفات الله تجعل الرجاء قوي. لما تأمل مثلا في صفة صانع الخيرات، يبقى عندي رجاء. ليه؟ ربنا بيعمل خير على طول، ما بيعملش شر. يبقى عندي رجاء إن كل اللي بيحصل، كل الأشياء تعمل معا للخير لأنه صانع خيرات. يبقى الرجاء واقف على رجلين شداد كده، رجل اسمها وعود الله ورجل التانية اسمها صفات الله. على قد ما الواحد يشبع بوعود الله وصفات الله، على قد ما يكون عنده رجاء. ساعات الواحد يفقد الرجاء
ودي بقى حيلة مشهورة لعدو الخير وحرب مكررة، مفيش واحد فينا مش هيتعرض لحرب التشكيك في الوعد أو حرب اليأس. يعني حروب الرجاء إما حرب الشك أو حرب اليأس، والاتنين ساعات يبقوا قريبين لبعض، لدرجة إن قديسين كبار وقعوا في الحرب دي. واحد زي مثلا يونان النبي. يونان النبي فقد رجاءه في أول القصة لما هرب من وجه الرب ودخل المركب ونام، ودعوه للصلاة مرضاش يصلي، ولما قالوا له طب صلي لإلهك قال مش هصلي، وبعدين اعترف بذنبه فقالوا له طب نعمل فيك ايه؟ قال لهم ارموني في البحر، ارموني في البحر، ده يأس، طب انت هتموت كده. لكن هو في لحظة ضعف نسي وعود ربنا ونسي محبة ربنا وصفات الله، وإيه، لم يعد له رجاء. يقوم ربنا له كل المجد، يدبر له حوت يرجع له الرجاء. لما دخل جوف الحوت رجع له الرجاء، فبقى يصلي من جوف الحوت يقول إيه، أعود وأنظر هيكلك. من أسفل البحر صرخت إليك فاستجبتني. استجابك لسه ما استجابكش، لكن هو عنده رجاء. نفس الكلام دخل يونان بعد كده نينوى وساعدهم على التوبة، ربنا كان عنده رجاء في توبة هذا الشعب، إنما يونان لم يكن له رجاء في توبة الشعب، فخدمهم خدمة كده إيه يعني بدون أمانة، ما لف البلد يوم واحد بدل ما يلفها في 3 أيام، وما قالش أي كلمة تدعو للرجاء، قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة. طب اديهم رجاء، قول لهم لو تبتوا ربنا رحمته واسعة، قول لهم أنا عارف ربنا ولسه مجربه، احتملني وأنا يعني كنت عنيد. إنما يونان ما اداش رجاء، لكن ربنا يحط الرجاء في قلب أهل نينوى ويتوبوا على رجاء إن ربنا يغفر لهم، وربنا غفر لهم. يقوم يونان يكتئب ويفقد رجاءه تاني ويقول له يا رب خدني، موتي خير من حياتي. يقول له يا ابني هل اختصت بالصواب؟ يقول له نعم اختصت بالصواب، ويفقد رجاءه مرة أخرى، وربنا يعيد له الرجاء عن طريق اليقطينة اللي طيب خاطره كده، وبعدين يعلمه الدرس بالدودة ويقول له أنت يعني تشفق على يقطينة وأنا لا أشفق على شعب. واحد زي إيليا النبي. إيليا النبي رجل عظيم ومليان فضائل، إنما في لحظة ضعف فقد رجاءه. الراجل اللي شاف بعينيه الشعب كله بيرجع لربنا ويقول الرب هو الله بعد ما نزلت نار وأكلت الذبيح، مفروض يبقى عنده رجاء قوي ان كل حاجة هتتصلح بعد توبة الشعب، نفاجأ انه فقد رجاءه بعدها، ومجرد إيزابل بعتت له رسالة تقول له بكرة هموتك زي ما موتت انبياء البعل، ينزعج ويضطرب ويبطل يصلي ويفقد رجاءه، ويقول له يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. بقى موتك إلي أحسن من حياتك، فين رجاءك؟ ده أنت شفت بعينيك آلاف مؤلفة بتهتف الرب هو الله، إنما فقد رجاءه. ربنا يبعت له ملاك يحايله، برضه مفيش رجاء. ينام شوية وياكل شوية يمكن يهدأ، برضو مفيش رجاء. يستدعي للجبل ويسأله نفس السؤال يعيد نفس الإجابة، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك ومفيش فايدة. يقوم ربنا يبتدي بقى يصلح له التفكير ده كله ويقول له أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله، ورجعه تاني للرجاء وأصبح إيليا نبي عظيم جدا وكمل حياته برجاء. إذن كلنا معرضين لفقدان الرجاء. لما الواحد يصلي وربنا يتأخر في الاستجابة قد يفقد الإنسان رجاءه، وهنا بقى ده تحدي للرجاء. هل هتكمل صلاة وترجو الرب حتى لو ما استجابش، ولا هتقول باين ربنا مش سامعني، باين ربنا خلاص غضب عليا، باين مفيش فايدة؟ اوعى تقول كده، لانه الرجاء لا يخزى. خلي عندك رجاء، انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك. انما دايما افتكر ان الرجاء في الرب مش في الناس، لان اللي بيحط رجاءه في الناس بيتعب،
وهنا دي مشكلتنا، لأننا ضعاف الإيمان والرجاء. ساعات نتصور إن ربنا لازم يستجيب بالشكل اللي إحنا حاطينه في دماغنا. أديكم مثل، مريم ومرثا عندهم رجاء في ربنا يسوع بحكم العلاقة الحلوة اللي بينهم، وكان المسيح يبات في بيتهم وهو نازل أورشليم، لأن بيتهم في بيت عنيا قريب في جبل الزيتون من أورشليم. فبعتوا يقولوا له هو ده الذي تحبه مريض، وعندهم رجاء انه لازم هيسمع لعازر مريض يجي جاري ويشفيه، وعندهم رجاء انه قادر على شفائه. يقوم المسيح يتأخر، يفضل بقى ايه حرب الرجاء، كل واحدة فيهم تقول لا هيلحقه هيلحقه على اخر دقيقة، مش معقول هيسيبه هو بيحبه، ويبقى في معركة داخلية مع الرجاء، وفجأة لعازر يموت وينهار الرجاء جواهم ويصعب عليهم. وفين لما المسيح جاي على رابع يوم بعد ما مات؟ وعشان كده كل واحدة منهم استقبلت المسيح بجملة واحدة، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فربنا يسوع له المجد يبص لها كده، طب وبعدين يعني مات اه بس انا جيت اهو. قالت له بس متأخر. خلاص لا خلاص ازاي؟ قال لها هيقوم اخوك. قالت له هيقوم في اليوم الاخير. قال لها انا هو القيامة، أتؤمنين بهذا؟ قالت له أنا عندي إيمان. وهنا ربنا رجع الرجاء في قلب مريم ومرثا، وخدهم لغاية القبر، وأقام لعازر من الموت. وعلمنا درس جديد، أن الرجاء مش بس في الشفاء، الرجاء في القيامة. الرجاء يتخطى حدود المرض. في المرض أنت عاوز شفاء، لكن حتى لو في موت يبقى عندي رجاء في القيامة. ورجاء القيامة ده أكبر وأهم رجاء في حياتنا، لأن القديس بولس يدينا آية مهمة أوي في روميا 15، يقول إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. يعني تحط رجاءك إن ربنا يحل مشكلة، كويس هيحلها لك. رجاءك إن ربنا يبارك في عيالك، كويس ربنا يبارك لك في أولادك. رجاء إن الدنيا تمشي خير، تمشي خير. إنما لو حطيت بس الرجاء على قد الحاجات دي، ده أنت تبقى إنسان يعني ضيعت كل حاجة. أهم رجاء وأعلى رجاء إنك تبقى عينك على السماء، رجاءك في الحياة الأبدية، لأن هو ده الرجاء الحقيقي الموضوع أمامنا. يبقى حتى لو الدنيا ما مشيتش سهلة، أو في مشاكل كتير، أو في ضيقات، أو في آلام، أو في ظلم، أو في اضطهاد، في الآخر في رجاء ثابت لا يتزعزع، هو النصيب الأبدي. لأن بولس الرسول طول ما كان بيتحاكم يقول لهم أنا على رجاء قيامة الأموات أحاكم، أنا على رجاء إسرائيل أو الوعد الذي صار لإسرائيل بالقيامة. وكان هو بالحركة دي بيخلي الفريسيين يقعوا في الصدوقيين، لأن الفريسيين عندهم اعتقاد في قيامة الأموات، بينما الصدوقيين بيقولوا ما فيش قيامة. وكان مجمع السنهدريم اللي هما بيتآمروا على قتل بولس نصهم صدقيون ونصهم التاني فريسيين. فالفريسيين عندهم رجاء القيامة لأن هما مذاكرين الكتاب أكتر، أما الصدقيون يقولوا لا قيامة ولا روح ولا ملاك ولا يؤمنوا بالحاجات دي. إذن هنا الرجاء في القيامة هو ده اللي بيصبرنا، ده اللي يخلي القديس بولس يقول ايه، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لما واحد ينتقل من أسرة ويكون محبوب من كل الناس بيزعلوا عليه، ولغاية كده طبيعي، بس في نوعين من الزعل، في زعل رديء خالي من الرجاء اللي هو ايه، فلان راح، فلان مات، فلان انتهى، يا خسارة، ايه الكلام ده بقى، فين الرجاء؟ لا فلان مات على رجاء، فلان نام، فلان بكرة هيصحى، فلان في حضن ربنا، فلان هنقابله تاني في اليوم الأخير. إذن الرجاء ينقل الحزن من حزن رديء إلى حزن مهذب، حزن رقيق. لأن الحزن المسيحي الحلو يخلينا إيه، حتى لو بكينا على أحبائنا عندنا رجاء إن احنا هنقابلهم تاني. فيقول في تسالونيكي الأولى 4، كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يبقى غياب الرجاء يحط حزن رديء ممكن يخنق الإنسان تماما.
وأشهر مثل في الكتاب المقدس عن إنسان فقد رجاؤه يهوذا الإسخريوطي. يهوذا عمل خطايا كتير وحب الفلوس أكتر من المسيح وكذب عليه وخانه وخدعه، أو يعني تظاهر بخداعه بالقبلة، خطايا كتير، إنما كل ده كان ممكن يتشال لو لم يفقد رجاؤه. لو كان برجاء رجع للمسيح وقال له أخطأت سامحني، كان ربنا يسوع هيسامحه. لكن أصعب ما في الأمر إنه ملأ الشيطان قلبه وفقد رجاؤه تماما، ونسي كل وعود ربنا، ونسي قصص التوبة المفرحة، ونسي حكاية الابن الضال اللي رجع برجاء أبوه قبله، ونسي موقف المسيح من زكا اللي برجاء قال عليه هذا أيضا ابن إبراهيم. كل الكلام ده راح من دماغه ومضى وشنق نفسه وانتهى نهاية وحش. احذروا يا أحبائي من اليأس، وتمسكوا بالرجاء، لأن الرجاء ده يدي دايما فرح وسلام وصبر واحتمال، ويخلي الواحد كده عينه على السماء وعنده كده يعني استعداد لكل اللي بيحصل، وفي لغة الناس الآخرين يسموها تفاؤل، لكن التفاؤل ده شيء نفسي، أما الرجاء ففضيلة روحية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.